هاتفيا معنا استاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام. دكتور جمال تحياتي لحضرتك واهلا وسهلا بيك. لو احنا بنتكلم على هذه المبادره تحديدا، مزرعتك، شركتك، الاستفاده من رياده الاعمال في المجال الزراعي بالنسبه لمصر يعني كدوله، وبعد كده بالنسبه للمستفيد كمواطن مشترك في هذه المجالات، مجال الاقتصاد والاقتصاد فيه بشكل جميل يعني بشكل كبير جدا في الزراعه، ازاي نقدر ان تكون الاستفاده تبقى ما بين المواطن وما بين الدوله على المدى القريب او البعيد؟ الحقيقه مزرعتك شركتك الحقيقه بتحمل بتنطوي على افكار جميله جدا. انا يعني المداخلات اللي انا سمعتها دلوقتي والتقرير الحقيقه يعني حاجة جميلة جدا، بتوحي بأنه في أفكار تتعلق ب مثلا سلسلة القيمة. سلسلة القيمة الزراعية دي احنا كباحثين يعني بننادي بها دائما أنه لابد من سلاسل القيمة الزراعية، بمعنى أنه ربط جميع سلسلة ما قبل الإنتاج ثم الإنتاج ثم التصنيع ثم التصدير ثم التجارة، الخمس مراحل لابد أن يرتبطوا ببعض زي ما يسمى بسلسلة القيمة الزراعية. وهذه بتنطوي على إضافة قيمة، أنا سمعت برضو عن التصنيع، يعني لابد من أن لو واحد هينتج كده طماطم خام مثلا ويصدرها خام كده، أنا يعني لا أتحمس إلى هذا يعني، رغم أنها فيها تصدير وفيها دولار وكل حاجة. لكن تصنيع الطماطم ثم إضافة قيمة يعني وعمالة وإلى آخره، ثم يعني تصدير المصنع منها بقيمه اعلى، دي حاجه جميله جدا. معلش يا فندم، ممكن حضرتك توضح لنا الامر ده اكتر من كده يعني بشكل كده مبسط؟ انا هقول لحضرتك، يعني مثلا مصر صدرت السنه اللي فاتت 5.5 مليون طن. ال 5 مليون طن وده رقم اعلنته يعني وزاره الزراعه، قيمتهم 3 مليار دولار. 3 مليار دولار حضرتك تقسميهم كده على 5 مليون طن، هتيجي تقريبا الطن واقف ب 600 دولار. الحقيقه ده غير مرضي، يعني هذه الخضر والفاكهه لو اتصنعت، طبعا ده كله تصدير خام يعني طماطم خام وبطاطس خام وبرتقال خام، كل حاجه خام يعني بدون تصنيع. انا بقول انه مزرعتك شركتك ممكن تكون نواه لمساله اعاده النظر في مساله التصدير الخام والتصنيع وخلق قيمة مضافة. ازاي ده هيتم؟ بدل ما يبقى الطن ب 600 دولار، انا يعني 3 طن ممكن اصنع يعني طن صلصة او طن بيست يعني يجيب لي يعني قد 600 دولار خمس مرات. اذا دي فكرة القيمة المضافة. اذا يعني احنا بنتكلم على الحقيقة مشروع يعني طبعا يا ريت تكراره، التكرار هنا مهم جدا اللي هو الاستدامة. طبعا المشروع مدعم بالفاو ومنظمة التغذية والزراعة، طبعا وزارة الزراعة والجهات دي، لكن يهمني انه استمرارية هذا المشروع، استمرارية المشروع يعني تتوقف على مدى نجاح المرحلة الأولى منه. إذا نجحت المرحلة الأولى هينطلق يعني أوتوماتيكيا بدون بقى مساندة وبدون الفاو وبدون غيره. أنا بأركز على نقطة المعلومات، يعني إتاحة المعلومات، ثم مسألة المؤسسية يعني الشباب. إتاحة المعلومات في إيه بالظبط؟ المعلومات يعني الأسواق، يعني أنا بشتري حاجات مثلا مدخلات الإنتاج لابد تكون يعني عالية الجودة. كل ما كانت المنتجات دي المدخلات يعني نسميها مدخلات اللي هي تدخل بقى في المزرعة سواء كانت أسمدة أو تقاوي او كده، يعني كلما يعني كانت الجوده عاليه كلما كان المنتج عالي الجوده وكلما كان السعر اعلى وكلما كان مطابقا للمواصفات زي ما بيقولوا يعني. فهنا يعني التصدير مثلا بيقول لك مواصفات، لابد من مجموعه مواصفات. طبعا الاتحاد الاوروبي عامل مجموعه مواصفات، وفي جلوبال جاب حاجه اسمها جلوبال وود اجريكلتشر براكتس وحاجات من هذا القبيل، لابد انه والايزو والكلام ده. فإذا أنا المعلومات أولا ثم الإدارة، يعني مسألة إدارة المشروع. إدارة المشروع على أسس القطاع الخاص، يعني إن أنت بتعمل مزرعتك شركتك يعني معناها تعظيم أقصى ربح ممكن، يعني
تحقيق اقصى ربح ممكن، وكمان ايجاد فرص عمل وتقليل البطاله بشكل كده، يعني سواء كان على قصير المدى او بعد كده لو فعلا المراحل الاولى نجحت، فبالتالي هيكون في تتابع في المراحل الاخرى. دكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي، طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش وهذه المداخله.